مع الطبيعه لانقاص قدر الامكان من الطاقه المستهلكه خاصه في التكييف. هناك قرار صدر في مجلس الوزراء مؤخر آخر اجتماع بتخصيص مستشفيات، وحظ ولاية تبرت أنها تكون الأولى التي يطبق فيها هذا القرار. فقد أعلنا على أن مستشفى الطفل سيكون في تبرت. سندعم أيضا مستشفى تبرت الجديد بالاختصاصات اللازمة التي تجعل منه قطب